السلام عليكم، يعطيكم العافية. آخر أبديت أو أحدث أبديت على الـ FTTR أو الفايبر بلس. الفايبر بلس والـ FTTR ما له شغل بالنت اللي عندك، بالسورس النت اللي عندك، سواء كان السورس اللي عندك فايبر، كان عندك 5G، كان 4G، ما يهم. شنو عندك نت؟ حنوزع بالبيت. هي الفكرة كلها أن يوزعون بالبيت، يحطوا لك فايبر كونكشن بدل كات 6 كات 7 whatever. زين، فالشغل هذا أكيد ممكن عندك فايبر راح يكون عندك الليتنسي أقل وشغلات أفضل. طبعا هذا من ناحية إذا هم بيسحبوا لك شو اسمه الكيبل نفسه اللي عندك تمديدات كات 6. تذكروا أنا قبل كنت قال لكم إن إحنا لازم نمدد فايبر، هذه هي تمديداتك بالبيت، ما لها شغل بالسورس عندك. الوزارة تعطيك 200، حدك 200، ما راح تاخذ اكثر، بس داخل البيت نقل البيانات. قلت لكم عن نقل البيانات اللي راح يكون الجيجا بايت او 900 على حسب نوع الاجهزه. طبعا هم التمديدات زينه، بس اجهزتهم ما قلت لكم شركات دائما اجهزتهم تكون مو قويه حق الجيم وشغلات هذه. طبعا اكيد يكون فايبر عندك، اكيد راح يكون نقل البيانات عندك وايد سريع. هذا الشيء نحتاجه الحين. اذا نبي تقدر تمدد وايرات ما في مشكله، بس ان شو الاجهزه تكون راكبه معاك وشنو تسويهم، هذه يبي لها شويه تفكير. سرعه النت انها تزيد عندك، لا تفكر ان سرعه النت توصل عندك. فهمنا شو اللي يصير؟ سورس النت مو مهم، سواء فايبر سواء 5G مو مهم، هم ما لهم شغل فيه، هم عليهم داخل بيت عندك يمددوا لك اللي هم الفايبر كونكشن بدل كات 6 وكات 7. وصلت؟ يعطيك العافيه.